معالي الدكتور وزير الثقافة، معالي الدكتور محافظ الإسكندرية، الحضور الكريم، أهلا بحضراتكم، كل عام وأنتم بخير. الحقيقة لا أستطيع أن أصف لكم مشاعري، ولن تسعني كلمات للتعبير عن مدى سعادتي لوجودي بينكم الآن لتوزيع جائزة والدي الراحل ممدوح الليسي لكتاب السيناريو في الدورة الحالية والثلاثين لمهرجان الإسكندرية. هذا المهرجان الذي دأبت على حضوره مع والدي الحبيب سنوات طويلة خلال دوراتي المتتالية منذ انطلاقه، فقد كان له عند والدي منزلة خاصة سواء خلال رئاسته للمهرجان أو ما تلي ذلك، فكان حدثا سنويا اعتدنا على الاحتفاء والتواجد به. تمضي الأيام وتتعاقب الدورات لأجل نفسي بينكم الآن لأشرف بتوزيع هذه الجائزة العزيزة على نفسي، فقد كان فن السيناريو عشق والدي وكانت له بصمته فيه من خلال ما صاغته من سيناريوهات الأعمال الفنية تمثل علامات في السينما المصرية.